بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد عياد. حلقة جديدة هنتكلم فيها النهاردة إن شاء الله عن الكتابة باللغة العربية داخل SOLIDWORKS. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن الكتابة التكست بصفة عامة وعرفنا ازاي نكتب وازاي نعمل تنسيقات للخط داخل البرنامج. النهاردة ان شاء الله بقى نتكلم عن ازاي انا اكتب باللغة العربية داخل البرنامج، لان طبعا البرنامج تغير عنها. فلو رحنا على البرنامج وعملنا بارت جديد وعملنا سكتش على الفرونت بلين ودخلنا على التكست، طبعا لو جينا كتبنا هنا حتى لو الكتابة عندنا عربي وكتبنا اي حاجة هتظهر عندنا بالشكل ده، مش اي كتابة. يعني لو كتبت محمد طيب هتظهر عندي حاجة زي كده، مش مفهوم ايه ده. طيب ازاي بقى انا اكتب عربي؟ حتى لو جيت رحت انا هنا واخترت اي نوع خط عربي وليكن النوع ده، برضو هلاقي الكتابة زي ما هي. طب ازاي بقى نكتب عربي هنا ونحل المشكله دي؟ بكل بساطه انا بحمل برنامج تاني او تطبيق تاني بيعمل لي تحويل للنص للبرامج اللي ما بتدعمش اللغه العربيه اللي بما فيها SOLIDWORKS وبرامج تانيه كتير. في برامج كتير موجوده زي برنامج الوسيط، او في برنامج زي اللي هنشتغل بيه النهارده. طبعا بالنسبه للوسيط هو بس كان بيشتغل كويس، بس مشكلته ان هو بيشتغلش على ويندوز 10. طبعا برضو بالنسبه للمستخدمين عشان تبقى عارف، ويندوز 10 او الناس اللي كانت بتستخدم ويندوز 7، فانت اخر استخدام ليه كان اصدار 2020 بالنسبه لSOLIDWORKS. من بعد كده خلاص ما لازم يكون ويندوز 10 عشان تشتغل على البرنامج، لكن قبل كده يعني لحد 2020 تقدر تشتغل برنامج الوسيط لانك هتكون عندك بالفعل ويندوز 7، الا طبعا لو انت شغال ويندوز 10 مش هتعرف تشتغل بيه. ففي برامج دلوقتي مثلا موجوده زي البرنامج اللي معانا ده اللي هو اليوم بريس ميجر، طبعا شايفين قدامكم على الشاشه، برنامج سهل جدا ممكن تحمله بكل بساطه من على جوجل. بكل بساطه انا بروح على البرنامج وبكتب الكلام اللي انا عايز اعمله، وليكن مثلا هنكتب طبعا باللغه العربيه، بعمل نيو وبكتب الكلام اللي انا عايز اكتبه. مثلا كتب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالشكل ده، باجي بعمل لها كونفرت خلاص، وبعمل كده هو حول، طبعا ما بيظهرش قدامي هنا التحويل، وباخد منها كوبي خلاص كده انا مش محتاج البرنامج هنا في حاجه. بدخل على التكست وباجي هنا بكتب الكلام اللي انا كنت عايز اكتبه، هلاقي برضه عندي الشكل جاي كده الحروف دي. طيب هعمل ايه؟ هلغي بقى العلامه دي واختار الفونت، وهنروح هنا هختار نوع خط عربي. لو كتبت ال ام ان هنا كده هتظهر لي انواع الخطوط، اختار مثلا الخط اللي انا عايزه مثلا وليكن مثلا خط زي ده، وطبعا برضو هختار الاختيارات بقى العاديه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، مثلا اختار بولد وهنحط له مثلا 10 مللتر. اوكي ظهرت عندي الكلمه بالشكل ده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالشكل ده. طبعا ممكن برضو اغير الفونت عادي، اختار مثلا خط زي ده بقت بالشكل ده. كده انا قدرت اكتب بالعربي جوه البرنامج. طبعا بعد كده لما نيجي نتعامل في الكلام ده كمجسمات هيحصل عندي مشاكل في التدخلات اللي جوه دي. طيب نعرف بقى حاجه كمان جديده النهارده، ازاي انا احول التكست ده لسكتش. بكل بساطه انا لو رحت والله انا ضغطت على ده هنا، البرنامج بيتعامل معاه على انه سكتش، على انه تكست جوه السكتش، كله كده على بعض. طب لو انا بقى عايز اعدل جوه السكتش ده، اشيل منه حاجه، يعني مثلا عايز اشيل الجزء اللي جوه ده، عايز مثلا اشيل ده، عايز اعمل اي حاجه هنا على الشكل، هعرف اعملها بس لو جيت هنا وضغطت على الخط واخترت الخيار ده ديسولف سكتش تكست، اصبح كده ده بقى سكتش. اقدر بقى ممكن لو انا عايز مثلا اشيل الخط ده عادي، اشيل ديليت عادي، اشيل الخط ده عادي، تمام. اقدر بقى اعمل كل اللي انا عايزه فيه، اقدر اعمل عليه ترم لو عايز اعمل ترم للجزء ده، بس يعني ايه هوريك ان انت ممكن بقى خلاص تقدر تعمل في اي حاجه. اقدر ارسم فيه خط تاني عادي جدا، اقدر اعمل فيه اي حاجه انا محتاجها وهو سكتش. بس بكل بساطه اقدر احوله زي ما انا عايز. وبعد كده طبعا لما هنشتغل ان شاء الله سيدي هنقدر نعمل كل ده ببساطه بقى داخل سيدي، ازاي اكتب على مجسم، احفر او اعمل اكسترود. طبعا ان شاء الله هنشوف بقى الكلام ده كله مع بعض ان شاء الله في الحلقات الجايه. وان شاء الله بقى في الحلقه الجايه هنبدا نتكلم عن الفيتشرز واستخداماتها، وازاي هنحول بقى السكتش تي دي بتاعنا لمجسم ثلاثي الابعاد، وايه الحاجات اللي نقدر نعملها عليه والاوامر اللي نقدر نستخدمها فيه. يا ريت تكونوا استفدتوا ان شاء الله في حلقه النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير، اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم محمد عياد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.